جاهلان أهلا. السلام عليكم البنات، ورمضانكم مبارك سعيد، الله يدخل عليكم بالصحة والسلامة، واللي كتمنى شي حاجة الله يعطيها ليها يا ربي في هذا الشهر المبارك. كما شفتوا انا اليوم غادي نحضر معكم الطريقة ديالي ديال البطيطات صغيرين اللي كيتعمروا، غنوريكم الطريقة كيفاش كيجيو ناجحين ومنفوخين وخاويين من الداخل. خليكم معايا حتى نهاية الفيديو باش نشارك معكم الطريقة ديالي. نتمنى ان الفيديو اليوم يعجبكم، ولا عجبكم ما تنسوش انكم تبارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم، واللي باقا ما اشتركتش تشترك وديروا لي لايك والتعاليق ديالكم الزوينه وشكرا. كما كتشوفوا هنا عندي واحد شويه ديال الطحين الفورس، ودرت واحد الكاس هذا ديال السميده، تقريبا كاس ديال العنبه وشويه، المهم غندير شويه ديال الملحه، المهم انا كندير غير عيني ميزاني. تقريبا هنايا نقدر نقول لكم جوج كيسان ديال الدقيق مع واحد الكاس ديال السميده، ومعلقه كبيره هكا ديال الخميره المعجونه، وواحد المعلقه صغيره ديال الملح، المهم ما عمراش، واحد معلقه صغيره ديال السكر ولا يمكن لكم تستغناو عليه، وهنايا واحد المعلقه صغيره ديال الزبده. كندير واحد كذلك واحد ربع كاس ديال الحليب ولا نص كاس ديال العنبه، صافي، وكنبدا نجمع الخليط ديالي بالماء الدافئ. المهم العجينه ديالو ما كتكونش ثقيله بزاف، خاصها تكون شويه خفيفه. كنبدا نضيف الماء بشويه بشويه حتى كيتجمع لي الخليط. المهم هنايا من بعد ما جمعت الخليط بالماء كنعجنو، كنخليه يتعجن مزيان واحد المده يعني ديال 10 دقائق هكا في العجانه، المهم حتى كيولي لي على هذا الشكل هذا. كما شفتوا معايا كيكون خفيف ومعجون مزيان. دابا غادي نغطيه وغادي نخليه يخمر حتى كيتضاعف الحجم ديالو. مهم انا غادي نسد عليه غير هنايا في العجانه وغادي نخليه يخمر حتى كيتضاعف الحجم ديالو، سينو ديروه في شي بول وغطيوه بالبلاستيك الغذائي. هنايا رجعت معكم بعد ما تضاعف الحجم ديالو، غادي نحيدو دابا وغادي نطلقو بالمدلك ونبدا نشكل ديك الكريسات ديال الخبيزات الصغيورين. هنا غادي نبدا نطلق العجين ديالي، غناخد المدلك ونبدا نطلق العجين ديالي، نطلقها رقيقه. واخا طلقوا البطيبيطات رقيقين، راه من بعد كيتنفخوا كيتحلوا من الوسط، ما تخافوش منهم لان العجينه ديجا خامره المره الاولى، وعاد ملي كنشكلوا بطيبيطات صغيورين عاود كنخليوهم يخمروا للمره الثانيه، وكنبداو نطيبوهم وكيصدقوا معانا ناجحين. المهم غنطلق العجينه ديالي رقيقه كما قلت لكم،
المهم هنايا خديت هاد الطاس هذا. الا عندكم داك القطاعات ديال اللي كتقطعوا بهم العجين ولا كديروا بهم الحريشات صغيورين ولا شي حاجه كان احسن. المهم انا غادي نستعمل غير هاد الطويصه هادي، كنبدا نشكل فيهم على هذا الشكل. كنحيد داك الزوائد وغادي نستمر البنات تنكمل كاع الكميه اللي عندي كما قلت لكم، ونغطيهم في واحد المنديل نقي ونخليهم حتى يخمروا. ملي يتنفخوا لي ويخمروا لي المره الثانيه نبدا نطيب فيهم. انا غادي نكمل الكميه ونرجع معاكم. مهم هذا هو الرق اللي كندير انا في البطيبيطات. هنايا البنات هاو من بعد ما خمروه انا بديت كنطيب فيهم. شوفوا كيفاش كيتنفخوا، تبارك الله ما شاء الله كيتنفخوا. خصكم غير زعما غير تعرفوا كيفاش تطيبوهم قبل ما تحسوا بهم تحمروا مزيان، كتقلبوهم وبقاو تقلبوا تشقلبوا فيهم تقلبوا تشقلبوا فيهم حتى كيبداو كيخواو لكم من الوسط. ملي كيطيبوا كتلقاوهم خاوين من الوسط. مهم هنايا درت جوج د المقلات باش نسربي دغيا لان ما بقى والو للفطور. كما كتشوفوا ملي كيكونوا باقين شويه بويض كنقلبهم باش كيبداو يتنفخوا دغيا. صافي كنبقى نقلب ونشقلب فيهم حتى كيطيبوا، ومن بعد كيكونوا عندنا واجدين وبامكاننا نحتفظوا بهم في المجمد ونعمروا الكميه اللي غادي نعمروها. ها نفتح معكم وحيده باش تشوفوها كيفاش كتجي من الداخل. شفتوا كيفاش كتجي خاويه من الداخل؟ والعماره بامكانكم تعمروا باللي تشهيتو. انا عمرتهم غير بشلاضه ديال مطيشه والطون ومايس ومايونيز. مهم نتوما ونظركم. ها واحده اخرى تاني شو كيفاش كيجيو باقيين سخونين كيحرقوا. المهم هنايا من بعد ما عمرتهم وحطيت الطبيله ديالي ديال الفطور كيكونوا هادو هما البطيبيطات ديالي. شاركتهم معكم، نتمنى انهم يعجبكم وتعجبكم الطريقه وانكم تجربوهم ما غاديش تندموا عليهم. وهنايا كنوصل معكم لنهايه الفيديو. نتمنى ان الفيديو اليوم ينال الاعجاب ديالكم وما تنسونيش بالدعم ديالكم. وشكرا لكم على المشاهدة، وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله من السلسلة ديالي الرمضانية.